وحكم الدين يا شيخ العشر الخمسة عشر العشر الأربعة عشر العشر الثلاثة عشر؟ هذا لا أنا أرباح ما لا أحد سم؟ ما لا أحد أرباح أحد يعني ما اصطلحوا عليه واتفقوا عليه إلى أجل المعلوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أين صدق عليه الصلاة والسلام يقول يشتري سلعة سوى 100 150 أو 160 أو 200 إلى أجل إلى أجل لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة. يتكلم بعض الفلوس في مجلس العبد لا بس يتكلم بعضها والباقي مواجه الأقساط لا حرج في ذلك إذا كان الأقساط المعلومة وليس الربح حد معلوم. لكن أفضل المؤمن يعني ألا يشدد على أخيه وأن يخفف عليه الربح هذا شيء المؤمن مع أخيه ولكن ليس هذا حد محدود. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم إذا يعني جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا 15,000 عندما يجي يشيله يقول لك خلوا نقسم عن كل كيسة وكل صندوق 5 ريال يعني الآن هذا قرض هذا قال لك سلب 10,000 قال معطيك 10 إلا 15,000 وجابه عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا 15,000 وقيمته 10,000 ريال يعني حيلة للربا. لا يشتري القماش بالمال المعلوم إلى أجل المعلوم والذي اشتراه لا يبيعه حتى ينقله إلى رحله. اشترى منك الأكياس أو القماش إلى أجل المعلوم فأنت أيها المشتري لا تبيعه حتى تنقله إلى رحله إلى دكانك إلى بيتك إلى السوق لا تبيعه عند الثاني حتى تنقله إلى رحلك. فإن الرسول لها أن تباع السلاح للنساء حتى يأخذها التجار إلى رحاله وغلط ما ليس عندك ولا بأس أن يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصى الى اجل معلوم كل شهر كذا كل سنه كذا شيء معلوم لا حرج في ذلك. قد بيعت بذره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأواق كل عام بقيه اقصى 9 سنوات. نعم. لكن الشيخ اذا كانوا متفقين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يختلطوا عليه والمال موجود لا باس لكن لا يبيع شيء مهم في ملكه اذا كان المال موجود عنده في الدكان في البيت وضع شيء معلوم الى اجل المعلوم فلا باس لكن المشتري لا يبيع حتى ينقل له من بيت الثاني الى بيت اخوه او الى السوق او الى دكانه ثم يبيع على من جاء بعد ذلك. الا يبيع في نفس الدكان لا ما يجوز هذا لا يجوز.